الهدف من وجودنا النهارده في هيلتون بيراميدز ان احنا نصور 2 جوب بروفايلز. من خلال التصوير ده وان احنا ندي صوره للبنات اللي عايزه تشتغل في قطاع السياحه، فيبقى عندها تصور قبل ما تشتغل في المهنه دي انها تبقى عارفه اليوم بتاعها بيبقى ماشي ازاي، وخصوصا ان هم كمان بيحاولوا ان هم يجذبوا اكبر عدد من البنات للشغل في قطاع السياحه وتحديدا مع في فئه العماله الفنيه. كنت مهتم ان انا يعني اعرف حاجه تكنيكال زياده جديده عليا. فكرنا ان احنا نبقى في تطبيق عملي على البي ار مع جي اي زي، ان احنا بنصور البروفايلز الخاصه بالكاريرز المختلفه في مصر تكون حاجه تعريفيه اللي ممكن حد يشتغلها في الاوتيلات عامه. في ناس كتير عندها صوره خاطئه عن الستات او البنات اللي بيشتغلوا في مجال السياحه، دي بتديسكارج يعني الاهالي ان هم يوافقوا على ان هم بناتهم يشتغلوا، سبيشالي لو من اقاليم. يعني احنا بنوفر فرص للبنات فيها كل وسائل السكيورتي او الامان. باي 2020 من هيلتون العالميه لازم نوصل ان احنا نسبه التعيين عندنا تبقى 50% فيميل او بنات. الهدف الاساسي ان اليومين دول ان احنا نبدا نطلع بروتوتايب خاص بمجال السياحه بالنسبه للفتيات، الوظائف المتاحه ليهم. المتقدم على وظيفه في الاوتيلات بيلبس الفي ار ويعيش التجربه، يشوف الجوب فايل ده ايه طبيعته. التارجت الاساسي ان احنا نعرف البنات اللي ممكن يقبلوا على الوظيفه دي، ايه طبيعه الوظيفه، ايه الدور اللي بتعمله كل بنت في الجوب بروفايلز المختلفه. اليوم الاول بدانا فيه نعمل سكاوتنج او نبدا نعمل انترفيوينج الكاست او البنات او التيم اللي احنا ممكن نصور معاهم. اخترنا الجوب بروفايلز 2 جوب بروفايلز، سيرفيس والكيتشن. بعد كده قسمنا نفسنا ل 2 تيمز، ايه التيم اللي هيشتغل في السيرفيس وايه التيم اللي هيشتغل في الكيتشن. كل تيم بقى بيكتب ستوري بورد وبيختار مين الناس اللي ممكن يصور معاهم. اليوم الثاني احنا بدانا فعليا تصوير من بدري جدا، بدايه اليوم ازاي بتبدا البنت، ازاي تتعامل مع التيم اللي معاها، ايه الدور اللي بتقوم بيه في خلال اليوم بتاعها، وايه الوظائف المختلفه اللي ممكن تشتغل فيها. صورنا 6 سينز، احنا كنا 2 تيمز، التيم اللي انا كنت شغاله فيه صورنا جوب بروفايل شيف شغاله في الكيتشن. طبعا بما انه الكاميرا شايفه كل حاجه ما ينفعش تقف ورا الكاميرا لانه مفيش ورا الكاميرا، فانت بتستخبى في حته ومعاك ايباد مثلا وبتكنترول الكاميرا وايرلسلي. في حد تاني بيكون ماسك الريبورت والستوري بورد اللي هو عارف اني سين بتتصور امتى، بناخد اني تيك. ان شاء الله هيتم عرضهم في معارض خاصه بالتوظيف او في شركات توظيف او في المدارس الفنيه او الكليات الخاصة اللي ممكن تساعد البنات انها تلتحق بالمجال ده. تصور مبدئي حاليا لاستخدامات الافلام فيما بعد عشان نقدر نحسن من الوضع الوظيفي للشباب في قطاع السياحة تحديدا. الهدف ان احنا نوصل صورة حقيقية للجوب بروفايلز المختلفة بحيث ان هم يبقى عندهم اكسبكتيشنز واضحة لمستقبلهم الوظيفي الفترة اللي جاية هيبقى شكله عامل ازاي.